اشتباكات طرابلس تجبر عشرات العائلات الليبية على النزوح ودعوة للتبرع بالدم. هيئة الطيران المدني السوداني تعلن فتح المجال الجو الشرقي أمام الملح الجوية العالمية. صور مروعة لأثار الحريق في بازار طهران القديم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين من جديد إلى جولة أخبارية مفصلة نبدأها من ليبيا، حيث دخل البرلمان الليبي على خط الاشتباكات في طرابلس. البرلمان دعا الأمم المتحدة لتحديد موقف واضح من الفوضى والسلاح المنفلت، وطالب بإطلاق سراح آمر اللواء 444 الذي قال إنه مختطف بظروف غامضة. بدوره مجلس الدولة طالب كل الأطراف بوقف فوري للنار. البعثة الأممية من جهتها قالت إنها تشعر بالقلق من تأثير الاشتباكات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية بما في ذلك الانتخابات. هذا وتتواصل الاشتباكات في العاصمة الليبية، حيث كشفت مصادر طبية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 10 وسقوط العشرات من الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها مناطق في جنوب العاصمة طرابلس منذ مساء أمس الاثنين، على خلفية اعتقال آمر اللواء 444 من مطار معيتيغا، فيما دعت وزارة الصحة المواطنين للتبرع بالدم. الاشتباكات تركزت بحسب مصادر ميدانية في مناطق جنوب العاصمة، ومنها عين زارة وطريق الشوق وعمارات الطبي، فيما شهدت مناطق في جنوب طرابلس تحركات عسكرية وتحشيدات. هذا ونقلت عدد من شركات الطيران طائراتها من مطار معيتيغا الدولي بطرابلس إلى مطار مصراتة كأجراء احترازي، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن عمليات إجلاء للعائلات العالقة من مناطق الاشتباكات التي تحولت إلى عائلات نازحة. مراسل الحدث في ليبيا أوضح أن آمر اللواء 444 محمود حمزة اعتقل في مطار معيتيغا من طرف جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بينما كان متجها بطائرة خاصة رفقة عبد الحميد الدبيبة لحضور استعراض عسكري في مدينة مصراتة. وأوضح المراسل أن جهاز الردع أجبر محمود حمزة على النزول من الطائرة ثم اقتيد إلى وجهة غير معلومة. مراسلنا في ليبيا قال أن هذه ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها اللواء
1444 مع جهاز الردع، إذ أن الخلافات بينهما قديمة ودائما ما تدور حول مناطق النفوذ. وكشف مراسل الحدث أن محمود حمزة كان فيما مضى أحد القادة البارزين في جهاز الردع، وتحديدا في فترة تأسيسه، ولكن وبعد انشقاقه أسس كتيبة قتالية تسمى 2020 لتتحول فيما بعد إلى اللواء 444. وأضاف أن اللواء 444 له مناطق نفوذ تمتد من جنوب طرابلس إلى جنوب ليبيا، وتحت نفوذه أيضا مدينتي ترهونة وبني وليد، ويتبع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. أما جهاز الردع فيتمركز داخل مطار معيتيجا وميناء طرابلس والسجون، ويقع تحت نفوذه وسط العاصمة طرابلس، ويؤمن العديد من المرافق الحكومية، ويتبع المجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي. وللوقوف عند آخر التطورات مرة جديدة نذهب إلى طرابلس، حيث ينضم إلينا من هناك مراسل الحدث الزميل منير الأشب. أهلا بك منير، منذ قليل كنا تحدثنا معك وقلت بأن هناك اشتباكات مستمرة، هل ما زالت بنفس الوتيرة؟ ماذا أيضا عن الأهالي، خاصة بأن هذه المواجهات تتركز يعني ضمن الأحياء، هل هناك من إمكانية لإسعافهم، خصوصا وأن هناك مطالبات بالتبرع بالدم؟ أهلا بك. نعم، الاشتباكات تزداد وتيرتها لتمتد إلى مناطق أخرى تقترب الآن من جامعة طرابلس بقطيعة ألف، وهو القاطع الرسمي أو الرئيسي لجامعة طرابلس بالقرب من شارع المدار. أيضا أصوات الاشتباكات بدأت تسمع في البطاطا، شارع البطاطا وما يعرف بشارع البطاطا، وأيضا بجزيرة راس حسن وجزيرة المدار. كل هذه المناطق بدأ يسمع فيها أصوات الاشتباكات وأصوات تبادل إطلاق النار بوضوح. أيضا المحلات التجارية أغلقت في كل المنطقة القريبة من هذه الأحياء. وصلنا العديد يعني حسب ما أبلغنا جهاز إسعاف والطوارئ وأيضا جهاز الهلال الأحمر الليبي، وصلهم العديد من المناشدات لعمليات إخلاء داخل أو إسعافهم داخل مناطق الاشتباكات من مدنيين وعالقين داخل هذه المناطق. لم تتمكن هذه الأجهزة حتى الآن من الوصول إلى جميع يعني هذه النداءات الاستغاثة بسبب ارتفاع وتيرة الاشتباكات هناك. أيضا بعض المراكز الطبية كان قد تواصلوا معنا، أيضا بعض يعني في طريق الشوك أحد المصحات الطبية هناك يطالبوننا بإيصالهم بجهاز الإسعاف والطوارئ، وقمنا بإيصالهم بجهاز الإسعاف والطوارئ، ولكن الجهاز حتى الآن لم يتمكن من الدخول إلى هذه المنطقة. أيضا العديد من المناشدات تصلنا من هناك، وتصل هذه الأجهزة الطبية التي تحاول أن تصل. أيضا وزارة الصحة كانت قد طالبت بشكل رسمي جميع المواطنين من يتمكن أو من يجد بقربه نقاط لتبرع بالدم التوجه فورا إلى هذه النقاط. هذا ما يدل على أن أعداد الجرحى وأعداد المصابين كبيرة جدا داخل نطاق هذه الاشتباكات التي تقع في جنوب العاصمة، وبدأت بعد شيء تتوسع رقعة هذه الاشتباكات في يعني لربما بدأت تقترب حتى من وسط العاصمة قليلا. نعم نعم منير، ماذا بالنسبة يعني للأهالي، إلى أين ينزحوا، أين يذهبون؟ نعم، يقوم يعني بالليلة أمس بدأ الجهاز الإسعاف والطوارئ بعمليات إخلاء لهؤلاء يعني العالقين، يعني كل يذهب إلى أقربائها أو يتجه إلى مكان آخر، لا يوجد أي يعني مثلا أماكن لإيواء هؤلاء، الكل يعني يذهب حسب ما يتوفر له، أو بعض الأهالي من يفتحون منازلهم لهؤلاء العالقين والذين خرجوا من مناطق الاشتباكات، ولكن لا يوجد أي عمل يعني أهلي أو عمل حكومي لإيواء من يخرج من داخل هذه المناطق. كل يعني جهاز الإسعاف والطوارئ لربما تقف إمكانياته محدودة هي في عملية إخراجهم من داخل مناطق الاشتباك وإخراجهم إلى مناطق آمنة، ومن ثم يتم يعني استقبالهم من ذويهم أو حتى من
يعني بعض المتبرعين أو بعض من يفتحون أبوابهم للنازحين من داخل هذه المناطق. نعم. نعم. يعني هل استطعت الحصول على آخر محصلة فيما يتعلق بعدد الجرحى والقتلى إذا كانوا من المدنيين أم يعني من العناصر التي تتقاتل مع بعضها البعض؟ نعم، أعداد القتلى حتى الآن لم نتحصل على إحصائية رسمية واضحة تشمل كل أعداد القتلى. هو كل ما نتحصل عليه من بعض المصادر، سواء من داخل التشكيلات المسلحة أو حتى من بعض المناطق الطبية أو من جهاز الإسعاف والطوارئ. حتى ما تمكننا من جمع يعني هذه الأعداد من خلال اتصالاتنا، حتى الآن 10 قتلى تمكننا من يعني أو الوصول إليهم. لم نستطيع حقيقة تحديد هوية هؤلاء، إذ كانوا من المدنيين أو من العناصر المنتمية لهذه التشكيلات التي تتصارع منذ يوم أمس. ولكن بعض التسجيلات المصورة التي تبث من حسابات مقربة، سواء للواء 444 قتال أو حتى لجهاز الردع، تبين أعداد قتلى في الأطراف الأخرى، يعني جهاز اللواء 444 أو الحسابات المقربة منه على السوشيال ميديا أو على جهاز الردع تبين أعداد قتلى من الطرف الآخر. لربما الأعداد تفوق الرقم الذي ذكرته، ولكن هذا ما تمكننا من الوصول إليه من مصادر تعتبر يعني مطلعة على الوضع الميداني داخل العاصمة طرابلس والوضع الطبي. نعم نعم، ولا سيما يعني وأن الاشتباكات ما زالت مستمرة. طبعا على كل حال يعني أشكرك منير على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، وسنبقى في متابعة لأي جديد قد يطرأ على المشهد في طرابلس. كان معنا من طرابلس مراسل الحدث الزميل منير الأشهب، شكرا لك. هذا سامو استراحة الحمر، هاي حال الله أكبر الله الحمر، هذا استراحة الحمر. قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حلف الناتو يواصل تعزيز قدراته ويستخدم أساليب الضغط العسكرية وغير العسكرية، وأضاف في كلمة لمنتدى موسكو للأمن أن سياسات الغرب وضعت منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا تحت تهديد الإرهاب. سياسات الغرب لها ارتدادات عكسية. حلف الناتو قام بحشد أسلحته وقدراته لتهديد أمن روسيا وأوروبا، واليوم أصبحت منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا تحت تهديد الإرهاب بسبب هذه السياسات العدوانية، ومن بينها غزو ليبيا. الرئيس الروسي دعا إلى المضي في تأسيس عالم متعدد الأقطاب، مؤكدا أن ذلك سيكون حلا لغالبية المشاكل. المجتمع الدولي بأسره معا على قدم المساواة، نرى اليوم استمرار التوجه نحو تشكيل عالم متعدد الأقطاب. غالبية الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية، ويجري تعزيز المراكز الاقتصادية والسياسية الجديدة. كل هذا يمكن أن يصبح أساسا مهما للتنمية العالمية المستقرة وحل غالبية المشاكل والأزمات. رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنغريحة اعتبر أن الوضع المعقد في النيجر ومنطقة الساحل انعكاس مباشر للتدخلات الأجنبية في المنطقة، وخاصة ليبيا والتطورات المقلقة للنزاع المسلح في السودان. إن الوضع المعقد الذي تعيشه منطقة الساحل الإفريقي ما هو إلا نتيجة مباشرة للانعكاسات السلبية للأزمة الليبية والتدخلات الأجنبية في المنطقة منذ سنة 2011، والتطور المقلق
للنزاع المسلح في السودان منذ أفريل 2023 الذي سيكون له ارتدادات جهوية قد تعقد حالات عدم الاستقرار في الساحل والقرن الإفريقي. نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. الأمم المتحدة تعلن مقتل أكثر من 4000 شخص من بينهم مئات المدنيين جراء الصراع بالسودان. الخلاف الموجود بين الرئيس والاتحاد العام التونسي للشغل، هل فعلا اليوم الحوار منقطع؟ العشرات حرقوا انفسهم، الحوار مفقود بين السلطه وبقيه المجتمع. هل نحن امام بوعزيزي اخر مع كل ما يحمله ذلك من دلالات؟ لا يمكن باي حال من الاحوال ان نصلح امور تونس وان نذهب بها الى البر الامان بعقليه واحده. نتمنى على رئيس الجمهوريه ان يقدم برنامج. هل يجوز تحميل هذه الحكومه كل الازمات الاقتصاديه؟ جبهه الخلاص هي التي زعامة حركة النهضة هي كانت السبب في الأوضاع التي وصلت إليها تونس اليوم. عدد من الصحفيين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. بدأ التي ذكرها الرئيس قيس سعيد علينا أن نجدها في أقرب وقت ممكن، وإلا وقتها كل شيء وارد في تونس. حكومة إذا كانت الميزانية والخزانة فارغة كيف يمكن أن تنجح؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قالت الأمم المتحدة إن الأرقام الأولية تشير لمقتل أكثر من 4000 شخص من بينهم مئات المدنيين جراء الصراع الدائر في السودان منذ 4 أشهر. وأضافت الأمم المتحدة أن من بين القتلى أكثر من 430 طفلا و28 عاملا بالمجالين الطبي والإنساني. وأوضحت أن العدد الفعلي للضحايا هو أعلى من ذلك بكثير. من جانبه عبر مفوض الأمم المتحدة لحكومة نحو 6 ملايين سوداني باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وأوضحت المنظمات الإغاثية أنه لا عذر لعدم التحرك الفوري لمنع كارثة إنسانية في السودان، داعية طرفي النزاع إلى تأمين وصول قوافل المساعدة الإنسانية. كما لفتت المنظمات إلى وجود أكثر من 14 مليون طفل هم بحاجة إلى مساعدات عاجلة. أعلن الطيران المدني السوداني عن فتح المجال الجوي الشرقي أمام حركة الملاحة الجوية العالمية. وقالت هيئة الطيران المدني لقناة الحدث إن فتح المجال الجوي السوداني الشرقي تم بطلبات تشغيل متفق عليها، وأكدت أن الإجراء يتيح تشغيل رحلات تجارية وبضائع لعدد من شركات الطيران. سلاح المدفعية التابع للجيش السوداني استهدف صباح اليوم عددا من مواقع قوات الدعم السريع في نقاط مختلفة بمدن العاصمة السودانية، في وقت أكد فيه مراسل الحدث تحليق طيران للاستطلاع في سماء مدينة أم درمان.
يختتم اليوم اجتماع القوى السياسية السودانية المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. العضو في مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس قال أن الاجتماع يناقش تشكيل أكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب وحل القضايا الإنسانية المعقدة الناجمة عن الصراع، مشددا على ضرورة إجراء نقاشات حول وحدة القوى الرافضة للحرب للدخول بعدها في عملية سياسية لإزالة مسببات الحرب وقطع الطريق أمام أي حروب أخرى. أغلب هذه القضايا عندها ارتباط وثيقة بالحرب الدائرة الآن في السودان وكيفية إيقافها والتمهيد لبداية عملية سياسية حقيقية. طبعاً عشان الكلام ده عشان يبقى محتاجين القوى السياسية تتوحد ونمشي في اتجاه بتاع تشكيل أوسع جبهة مدنية مناهضة للحرب. من جانبه قال محمد عصمت يحيى عضو المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير إن دعما مثمرا تلقتها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري من جميع الدول التي زارتها. قوى الحرية والتغيير والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري حقيقة تلقى كل الترحيب من كل الدول التي زرناها، يمكن في كينيا، في إثيوبيا، في كامبالا، في أوغندا، وفي القاهرة التي احتضنت اجتماع المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، وجدنا يعني كل الترحاب وكل المساعدة من أجل أن نطلع بدورنا كقوة سياسية ومدنية في إيقاف هذه الحرب. التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين قبل اجتماع رسمي لآلية التعاون الثلاثي بشأن سوريا، كما التقى شكري نظيره السوري فيصل المقداد حيث يبحثان تطورات تتعلق بالأوضاع في سوريا، كما يلتقي الوزير المصري وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. هذه اللقاءات تأتي في إطار أعمال اجتماع لجنة الاتصال العربية المكلفة بالتواصل مع سوريا. أيضا للوقوف عند هذه القمة ينضم إلينا من القاهرة مراسل حدث الزميل تامر نصرت. أهلا بك تامر مرة جديدة برفقتنا. طبعا يعني اجتماعات اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا قد انطلقت، هناك اجتماعات ثنائية وأخرى ثلاثية، هل هناك من تسريبات حول هذه الاجتماعات وما هي العناوين العريضة التي ستتم مناقشتها خلال اجتماع هذه اللجنة؟
الآن يجري اللقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، يستضيف الآن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية الذي وصل إلى مقر الخارجية المصرية تمهيدا لمشاركة مع النظراء من كل من الأردن والعراق وسوريا في اجتماع اللجنة الخاصة بعودة العلاقات مرة أخرى. فهذا الاجتماع يجري الآن، وبعد ذلك سوف يبدأ الاجتماع الموسع. سبق ذلك جزال اجتماع ما بين وزير الخارجية المصري شكري والوزير فيصل المقداد، حيث تناولوا يعني الخطوات التي ممكن أن تتخذ من الجانبين، من جانب الدول العربية ومن جانب سوريا، في إطار عودة العلاقات مرة أخرى بصورة مفعلة. واستمع إلى إحاطة من المقداد حول رؤيته للموقف السياسي والأمني في سوريا وعودة العلاقات مرة أخرى. طبعا بالنسبة لسؤالك حول الملفات المشار إليها، هناك عدد من الملفات التي قد تبدو في من وجهة نظر عدد من المحللين سواء الذين استضفناهم على هذه الشاشة أو حتى من تحدثوا في وسائل إعلام أخرى حول مدى تعقيد بعض هذه الملفات، ووجود أيضا ملفات أخرى يمكن المضي قدما فيها من أجل إرساء بعض القواعد أو إعلاء لمنهجية خطوة مقابل خطوة، خطوة مقابل خطوة التي تحدثت عنها جامعة الدول العربية قبل ذلك وتحدث عنها إعلان عمان. وبالتالي بعض من هذه الملفات التي سوف تطرح تتعلق بالأمور الأمنية وضبط الحدود ومسائل متعلقة بتهريب المخدرات، وهي تقلق عدد من دول الجوار بطبيعة الحال، وبالنسبة أيضا للعناصر الإرهابية التي تقلق الجميع. وكذلك هناك الخطوات التي تتعلق بإعادة الإعمار وربما السماح بعودة عدد من اللاجئين. يأتي هذا طبعا على خلفية بعض التصريحات التي صدرت من قبل القيادة السورية حول ماهية العلاقات مع الدول العربية. والكثير أيضا من المحللين كان قد تحدث أن الخطوات التي اتخذت حتى هذه اللحظة من أجل عودة العلاقات مرة أخرى تسير بوتيرة بطيئة، ولكن يبدو أن اجتماع القاهرة ووجود كل هؤلاء الوزراء من أعضاء اللجنة التي عينتها جامعة الدول العربية من أجل هذا الغرض يعني تعتبر خطوة في هذا الاتجاه. سوف نستمع إلى إحاطة إعلامية من قبل وزير الخارجية شكري مساء اليوم تقريبا 8:00 بالتوقيت المحلي حول ما تم خلال هذه الاجتماعات. جزال، وبالتالي يعني نتوقع بيان، يعني هل هذا البيان سيتضمن توصيات بالنسبة لاجتماع هذه اللجنة، ويعني بشكل عام كيف يمكن وصف الأجواء؟ الأجواء إيجابية لأن وجود الوزراء في حد ذاته هو ما يعكس هذا الأمر. وبالطبع هناك ما يعني دول تقدمت ببعض الخطوات ودول أخرى، أو يعني مثلا الجانب السوري قد يرى أن يعني يريد المزيد، ولكن هذه هي الأمور التي يتم التباحث عنها دائما حول هذه الطاولة، طاولة المفاوضات أو طاولة المباحثات من أجل عودة العلاقات مرة أخرى. لابد أن يكون فيها عدد من الملفات التي يجب أن يتم التقدم فيها، ويتم حساب أيضا ما يقدمه كل طرف من الأطراف على هذا الأساس. وبالتالي البيان الذي ينتظر أن يصدر اليوم أو الإحاطة الإعلامية سوف تتحدث عما تم إنجازه بالفعل، وعما إذا كانت هناك خطوات قادمة واضحة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الإنساني، حتى لناحية الملفات المتعلقة بالمساعدات وإعادة الإعمار وغيرها من الملفات التي يمكن أن تشكل نواة أو تكئة لإقناع المجتمع الدولي مثلا بوجود خطوات تتخذها الدول العربية مجتمعة من أجل عودة العلاقات مع سوريا مرة أخرى. شكرا لك تامر لكل يعني هذه الشروحات. على كل حال سنبقى طبعا في متابعة في النشرات المقبلة لأي جديد بانتظار أن يخرج البيان الختامي أو الإحاطة. نشكر لك هذه المشاركة من القاهرة مراسل الحدث الزميل تامر نصرت. نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يقول إن محاولة فاشلة لاستهداف مستوطنة تمت من داخل جنين. أن يصفوا واقعهم.
أوجاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية: أحييكم من جديد. امتنعت الخارجية الأمريكية عن كشف تفاصيل الصفقة مع إيران، وكشفت أن المحادثات لا تزال جارية حتى الآن، خلافا لما كان يتردد بأن الصفقة أنجزت. لن أخوض في تفاصيل العملية لأنها لا تزال نشطة للغاية ومستمرة، لكن كما تعلمون لن يكون الأمر واضحا تماما، فنحن لا نريد أكثر من عودة هؤلاء المواطنين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة على الفور. الخارجية الأمريكية جددت رفضها ربط سياستها بموضوع صفقة تبادل السجناء، وقالت إنها ستظل تلاحق طهران على ما وصفته بالسجناء سلوك المزعزع للاستقرار. هذا لا يغير من الإجراءات الإشكالية والخبيثة والمزعزعة للاستقرار التي اتخذتها إيران، ليس فقط في المنطقة ولكن في المنطقة بشكل عام. الإجراءات التي نواصل التعامل معها بجدية، أن هناك انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ودعم إيران المستمر لآلة الحرب الروسية من خلال توفير طائرات بدون طيار لاستخدامها في كييف. كل هذه الأشياء ستواصل الولايات المتحدة تحميل النظام الإيراني المسؤولية عما يدور حوله الأمر. سبق ذلك تصريحات لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال فيها إن تسريب وثيقة سرية تسبب في إبطاء تنفيذ صفقة تبادل السجناء مع واشنطن، موضحا أن المفاوضات اقتربت جدا من الاتفاق في مرحلة ما لولا نشر جزء من وثيقة المفاوضات ما تسبب في توترات دون أن يتطرق إلى تفاصيل. وشدد عبد اللهيان على أن بلاده لا تسعى لاتفاق مؤقت أو محدود في مفاوضات الاتفاق النووي. أظهرت صور مروعة أثارت دمار في بازار طهران القديم بعد الحريق الذي تعرض له ليلة أمس. Thank you.
بعد إغلاق السلطات الإيرانية سجن رجائي شهر بمدينة كرج مركز محافظة البرز وإخلائه من السجناء، سمحت السلطات للصحفيين والمصورين من دخول السجن وتصوير أروقته. وبحسب رئيس السلطة القضائية فإن إغلاق سجن رجائي شهر يأتي بسبب موقعه في مركز المدينة المكتظ، ما يتسبب في بعض الاختناقات المرورية، فيما تشير المعارضة إلى أن السجن سيء السمعة مرتبط بقتل السجناء السياسيين فضلا عن التعذيب والانتهاكات الإنسانية. لم تكن هذه الممرات الهادئة والزنزانات المهجورة على حالها هذا ربما قبل حين، فسجن رجائي شهر الواقع بمدينة كرج شمال غربي العاصمة طهران أغلقته السلطات القضائية مؤخرا وأمرت بنقل جميع السجناء إلى سجن آخر بضواحي المدينة. رئيس السلطة القضائية عزى هذا الأمر إلى موقع السجن وسط مركز المحافظة، ما قد يتسبب في اختناقات مرورية فضلاً عن الأسباب الأمنية. بالنظر إلى حقيقة أن سجن رجاء شهر كان يقع في المنطقة الحضرية، فقد واجهنا العديد من المشاكل. السجن مساحته نحو 4000 متر، وكان يحوي أكثر من 1000 سجين مدان بجرائم مختلفة. سجن رجائي شهر أحد أقدم السجون، يصفه الإيرانيون بالسجن سيء السمعة، فيما يعرفه البعض بسجن الموت. وبحسب المعارضة فإن السجن ارتبط اسمه بمحاكمة وإعدام العديد من النشطاء السياسيين المعارضين للنظام الإيراني في أغسطس عام 1988، كما أعدمت السلطات فيه 21 سجينا كرديا على الأقل كانوا محتجزين فيه عام 2016، بالإضافة إلى ما يعانيه السجناء من الانتهاكات الإنسانية والحرمان من الرعاية الصحية بحسب نشطاء. هذا السجن عاد اسمه إلى الواجهة مرة أخرى في التظاهرات الأخيرة التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني، حيث تقول بعض التقارير إن 4 من شاركوا في الاحتجاجات أعدموا فيه، فيما تعرض معتقلون آخرون إلى أشد أنواع التعذيب. مين مهندس، الحدث. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد محاولة فاشلة لإطلاق قذيفة باتجاه إسرائيل من داخل جنين. إعلام إسرائيلي قال إن القذيفة التي خطط لإطلاقها باتجاه مستوطنة شاكيد انفجرت على منصة الإطلاق. قتلت القوات الإسرائيلية شاباً وطفلاً فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحة فجر اليوم. بداية وعملية استشهادية. عملية استشهادية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا جميل العموري.
جبنا الأطفال الجوري جبنا الأطفال الجوري ومقصود الحديد قام الأقصى من حديد الله أكبر تكبير الله أكبر يا جميل العبوري يا جميل العبوري. وللحديث أكثر عن هذه الحوادث ينضم إلينا من رام الله مراسل حدث الزميل خالد القاسم. خالد أهلا بك معنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. بيتوقف عند الخبر الأول بأن كان هناك محاولة إطلاق صاروخ القسام من جنين باتجاه مستوطنة شاكيد، يعني كان من المعتاد أن يتم إرسال أو إطلاق هذه الصواريخ من غزة، ما الذي يفهم اليوم بإطلاق هذا الصاروخ أو هذه المحاولة من جنين تحديدا؟ يعني ربما هذه الإجابة هي ما تضمنتها بعض التحليلات الإسرائيلية للمراسلين العسكريين الذين قالوا بأن إطلاق الصواريخ من مناطق الضفة الغربية وتحديدا من مدينة جنين، بالمناسبة هذه المرة السادسة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي تتم فيها محاولات إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. المحللون العسكريون الإسرائيليون قالوا بأن إطلاق الصواريخ من جنين يثير قلق المنظومة الأمنية والسياسية في إسرائيل، خشية أن تطور الفصائل الفلسطينية من قدراتها بعد استخلاص العبر من تكرار هذه المحاولات. وكانت هناك دعوات لمحاربة مثل هذه الظاهرة بقوة. ما تم نشره صباح اليوم هو بيان لكتيبة العياش التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، التي قالت بأنها أطلقت صاروخ من طراز قسام واحد باتجاه مستوطنة شاكيد. الجيش الإسرائيلي لم يتأخر كثيرا في إصدار بيان يقول بأنه رصد محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من مدينة جنين باتجاه مستوطنة شاكيد، إلا أن الصاروخ انفجر فوق المنصة والجيش الإسرائيلي قام بجمع بقايا هذا الصاروخ لفحصها لدى المختبرات العسكرية. هل من ردات فعل يعني من قبل الشارع الإسرائيلي حيال هكذا استهداف؟ يعني وسائل التواصل الاجتماعي العبرية تناولت الموضوع بشكل بسيط هذا الصباح، وتحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي بعضهم دعا إلى اجتياح مدينة جنين، بعضهم دعا إلى فرض حصار شامل، بعضهم دعا إلى تهجير سكان مدينة جنين خشية من تطوير القدرات الصاروخية ما يهدد المستوطنات في محيط مدينة جنين. يعني أيضا فيما يتعلق بحادثة الاشتباكات والتي أدت في مخيم عقبة جبر يعني بوفاة طفل ووفاة شاب، يعني اقتحام يعني هذا المخيم، هل هو يعني شيء طبيعي وعادي يحصل باستمرار؟ يعني في الفترة الأخيرة وتحديدا خلال الأشهر الست الماضية كثفت القوات الإسرائيلية من عمليات اجتياحها لمخيم عقبة جبر ومحافظة أريحة بشكل عام، لكن هذه الاجتياحات تركزت في مخيم عقبة جبر التي تعتبره إسرائيل ملاذا من تتهمهم بارتكاب عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية سواء كانت عسكرية أو ضد المستوطنين. أكثر من 11 فلسطينيا قتلهم الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر منذ بداية هذا العام في عمليات اقتحام واسعة تتخللها بالعادة مواجهات واشتباكات. بيان الجيش الإسرائيلي قال بأن من تم قتلهم اليوم على يد القوات الخاصة التابعة لحرس الحدود كانوا يطلقون الرصاص باتجاه القوات الإسرائيلية. شكرا لك خالد على كل هذه المعلومات والإيضاحات من رام الله، مراسل الحدث خالد القاسم.
والشهر الحبيب الله، والشهر الحبيب الله. وسط إجراءات أمنية مشددة وعطلة رسمية، تحتفل حركة طالبان بالذكرى الثانية لسيطرتها على الحكم، وتعهدت حركة طالبان بمقاومة أي تهديد لاستقلال أفغانستان. وجاء في بيان لها أن استعادة كابول أثبتت مرة أخرى أنه لا أحد يستطيع السيطرة على أفغانستان وضمان البقاء فيها، في إشارة إلى الانسحاب الأمريكي. المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان قال إن الأمن يسود البلاد كلها الآن، وتتم جميع الأمور من خلال زاوية الشريعة. بيان لخبراء في الأمم المتحدة انتقد ممارسات حركة طالبان، حيث بما في ذلك التمييز والإقصاء ضد النساء والفتيات الأفغانيات. وجاء في البيان الصادر بالتزامن مع الذكرى الثانية لسيطرة طالبان على السلطة بأفغانستان إن الفجوة بين وعود الحركة وممارساتها تتسع، وأنها لم تقم بالإصلاحات المطلوبة على الإطلاق. وأضاف بيان الخبراء الأمميين أن الحقائق على الأرض أظهرت أن نظام طالبان يعمل بشكل متسارع ومنهجي وشامل للفصل والتهميش والاضطهاد، بمنع الفتيات من العمل والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية. للحديث عن الذكرى الثانية مع استلام طالبان من كابول ينضم إلينا عبد الله نادر مراسل الحدث. أهلا بك عبد الله برفقتنا. يعني اليوم ما الذي تغير في المشهد من أفغانستان بعد استلام طالبان للسلطة للسنة الثانية وبعد الانسحاب الأمريكي؟ لم يتغير الشيء الكثير في الساحة الأفغانية، إلا أن الوضع الأمني لحد ما الأمن والاستقرار مستتب، وبهذا تفتخر طالبان بأن الأراضي الأفغانية كلها خاضعة لنظام واحد ولحكومة موحدة. واحتفلت طالبان بالذكرى السنوية الثانية اليوم، حيث فر في مثل هذا اليوم كبار مسؤولي النظام السابق وبمن فيهم الرئيس أشرف غني. تحتفل طالبان بهذا الذكرى في وقت تواجه البلاد ثلاث مشاكل: مشكلة عدم الاعتراف بنظام طالبان من طرف المجتمع الدولي،
وكذلك مشكلة الاقتصاد الهش والبطالة المنتشرة في البلاد. كلمات المسؤولين التابعين لطالبان كانت تتركز على أمرين، حيث استمعت إلى جميع هذه الكلمات ومعظمها كانت تتركز على أن الاحتلال الأجنبي انتهى بشكل كامل وليست هناك أي جهة مناوئة للنظام الحالي، وأن الطالبان استطاعت أن تؤمن وأن تنشر الأمن في جميع أفغانستان، ولم يتحدث أي عضو من أعضاء طالبان حيال القضايا الشائكة والمختلفة في الداخل الأفغاني بما فيها قضية إعادة فتح المدارس أمام الفتيات. يعني هذا ما كنت أود يعني نعم أن أنتقل له. المرأة بشكل عام. نعم، يعني لقد تابعنا من خلال فيديوهات يعني وعبر وسائل التواصل وضع الفتاة الأفغانية، هي تمنع يعني من التعليم وكانت تحظى يعني بمساحة قبل استلام طالبان. يعني هل هناك وعود بتغيير هذه المعاملة؟ هل هناك يعني من أمور جديدة قد تطرأ؟ لم تكن أي إشارة ولا أي أمل أو وعود من طرف زعماء طالبان الذين تحدثوا في جلسات واجتماعات اليوم خلال احتفالهم بهذه الذكرى. لم تكن هناك أي وعود ولا أي أمل ولا أي تحدث في خلال هذه الاجتماعات والجلسات، وبالتالي لا يبدو أي أمل ولو كان خافتا في إعادة فتح المدارس أمام الفتيات. نعم، يعني يبقى وضع المرأة موضع تساؤل. على كل حال نشكر لك كل هذه الإيضاحات التي تفضلت بها معنا من كابل عبد الله نادر مراسل حدث، شكرا لك. عبر المزارعون في أفغانستان عن قلقهم من استمرار أزمة الجفاف وشح المياه للعام الثالث على التوالي، ما تسبب بنقص كبير في إنتاج المحاصيل الزراعية وخاصة القمح. لطالما تشبعت أنظار المزارعين بهذا المشهد وزاد الحماس لزراعة حقول القمح، لكن الحالة على ما يبدو لم يبقى على ما كان عليه. يواجه الناس الكثير من المصاعب، وغادر بعضهم القرية بسبب نقص المياه، لكننا مجبرون على البقاء، ليس أمامنا خيار آخر. الجفاف وحسب مزارعين وأهالي يقتاتون على المحاصيل الزراعية ضيق الخناق على الحياة اليومية بشكل غير معتاد. قبل 3 سنوات كنا قادرين على تناول اللحوم والأرز، لكننا الآن نعتمد على الخبز والفاكهة رغم شحها. ويقول خبراء المناخ إن تأثير الجفاف في أفغانستان لا يقتصر فقط على حياة المزارعين، بل أصبح يهدد اقتصاد البلاد والأمن الغذائي الذي يعتمد ثلثه على الزراعة. ووضع مؤشر مخاطر المناخ العالمي أفغانستان في المرتبة 6 بين أكثر دول العالم تضرراً من التهديدات المرتبطة بالمناخ. وفي ختام هذه الجولة نشكر لكم حسن المتابعة، ندعوكم دائما للبقاء برفقتنا وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب. يمكنكم أيضا القيام بزيارة إلى موقعنا الإلكتروني الحدث.net. شكرا وإلى اللقاء.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.